على الهاتف سيادة المستشار محمد الحمصاني متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. كيف سيتم إحكام الرقابة على الأسواق بداية خاصة المخابز بداية من الأسبوع القادم؟ هيتم يا فندم الإحكام الرقابة من خلال المتابعة مبدئيا من خلال المتابعة التي يقوم بها مجلس الوزراء من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. المركز باعتباره بيرأس الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بضبط الأسعار يقوم بمتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات. وأيضا المركز استطاع أنه ينشئ تطبيق على الهاتف اسمه رادار الأسعار، من خلاله بيقوم المواطن بتسجيل أي مخالفات في الأسعار أو المحال التجارية وإرسالها من خلال تطبيق الأسعار على لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. هناك أيضا دور مهم للأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة الداخلية أو وزارة التموين، وبالتالي يعني مختلف الجهات الرقابية بتقوم بدورها بخلاف ده أيضا جميل جدا دور ولكن المواطن. دور المواطن. أشكرك. تحدث اليوم رئيس الوزراء المصري وقال أنا عايز المواطن يبلغنا، هل فعلا أنا سمعت ان فعلا جالكم بلاغات وانكم اتحركتوا على هذه البلاغات الى الاماكن اللي تم الابلاغ عنها وتم التعامل فورا مع المخالفات؟ بالفعل يا فندم ده حصل. دولة رئيس الوزراء ذكر صراحة خلال المؤتمر الصحفي انه وردت شكوى من احد المواطنين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتم التعامل معها، حيث ثبت وجود مخالفة في رفع أحد المحال أو السلاسل التجارية لسعر المنتجات وتم التعامل معها بصورة حاسمة وتم تغيير الأسعار لكي تتفق مع ما تم الإعلان عنه. طيب السؤال التالي بعد كده بقى، ما هي العقوبات التي قد تطبق على من يخالف القرارات أو الأسعار؟ عندنا يا فندم على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على المخالفات المرتبطة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، في حالة مخالفة تلك الأسعار هذا الأمر بيضع مخالفة عفوا تلك القرارات الصادرة بوضع السعر البيع النهائي للمستهلك بيتم تطبيق ما نص عليه قانون حماية المستهلك، لأنه هذا الأمر بيعد مخالفة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، وده بيستوجب هناك في القانون يعني غرامات وجزاءات بالحبس متدرجة في حالة تكرار المخالفة. طيب سؤالي التالي، رغيف العيش هنتراقب ازاي؟ احنا عندنا الاف، كنت بتكلم مع الاستاذ الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين هو ضيفي في هذه الفقرة، كنا بنتكلم على كيف ستستطيع الدولة احكام مش السيطرة ولكن احكام الرقابة على وزن رغيف العيش السياحي. في الحقيقة فندم الرقابة على المخابز يعني بطبيعة الحال هناك الدور الاساسي لوزارة التموين، هناك ايضا دور جهاز حماية المستهلك ودور وزارة الداخلية، ودور وزارة التموين هو دور اساسي كما شاهدنا تم الاتفاق على الاسعار للخبز السياحي، وبالتالي من المنتظر ان وزاره التموين وكافه الجهات الرقابيه سيتم البدء عقب صدور يوم السبت ان شاء الله صدور قرار معالي السيد وزير التموين والتجاره الداخليه بالاسعار التي تم الاتفاق عليها، سيتم النزول فورا بدءا من يوم الاحد لمراقبه تلك الاسعار وطبقا للوزن رغيف كل سياحي طبقا سعره طبقا للوزن الخاص به، وان شاء الله يعني الرقابه ستكون محكمه. وكما ذكرنا ايضا جزء اساسي من احكام الرقابه هو دور المواطن عن طريق تطبيق رادار الاسعار الذي صممه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. سيادة المستشار محمد الحمصاني متحدث باسم رئاسه مجلس الوزراء، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا الايضاح.